السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل ورد قبل قليل، قوات صنعاء تعاود استهداف الحاملة التعيسة في زنهور، وإلى التفاصيل. أعلنت القوات المسلحة اليمنية قبل قليل تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا سفينة وحاملة طائرات أمريكية في البحر العربي وشمالي البحر الأحمر في إدار دعم غزة. وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع في بيان له اليوم السبت إن قواتهم البحرية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة ترانس وورلد نافيجيتور في البحر العربي بعدد من الصواريخ الباليستية، وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. وأضاف البيان أن القوة الصاروخية نفذت عملية استهداف لحاملة الطائرات الأمريكية تيزنهاور شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة، مشيرا إلى أن العمليتين العسكريتين حققتا إصابات مباشرة بفضل الله تعالى. وجددت قوات صنعاء تأكيدها على مواصلة تنفيذ عملياتها العسكرية بإذن الله تعالى إسنادا وانتصارا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، لافتة إلى أنهم لن يترددوا في استهداف القطاع الحربية الأجنبية المعادية في البحرين الأحمر والعربي ردا على العدوان على بلدنا. طبعا هذه العمليتان تم تنفيذهما يعني قبل يومين أعتقد، ولعل تحقيقهما لإصابتهما بدقة هو ما دفع الأمريكيين اليوم للإعلان عن سحب حاملة الطائرات أيزنهاور. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.